خلال الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، لابد أن يتذكر الأمريكيون الملصق الشهير الذي يحمل عنوان We Can Do It، نستطيع فعلها، ملصق روزي الذي يعود لعام 1942، أي خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، يحمل صورة فتاة عشرينية تضع على شعرها رباط رأس أنيق بينما تعمل في إحدى المحطات الجوية الأمريكية. لكن ما المقصود منه؟ خلال الحرب العالمية الثانية جند الجيش الأمريكي آلاف الرجال، فظهرت الفجوات في سوق العمل والصناعة، وليس هناك سوى النساء لسد تلك الفجوات ومساعدة البلاد، فكان عليهن العمل بوظائف الرجال. لكن المهمة الأصعب، كيف ستدخل ملايين النساء سوق العمل والصناعة في غضون فترة قصيرة؟ كان لابد من التحفيز من خلال الإعلانات، ما ألهم الفنانة جي هاورد ميلر لتصميم هذا الملصق الدعائي لحث النساء الأمريكيات للحصول على وظائف وأخذ مكان الرجال في تلك الأوقات الصعبة. وبالفعل عملت النساء الأمريكيات في المصانع وفي إنتاج الذخائر والإمدادات الحربية، وزادت نسبة مشاركة المرأة بالعمل من 27% إلى 37% خلال الفترة من 1940 إلى 1945. وبحلول عام 1945 أصبحت واحدة من بين كل 4 نساء متزوجات تعمل خارج المنزل، فتغير مفهوم عمل النساء في البلاد، وأثبتن قدرتهن على إتقان وظائف الرجال ودفع عجلة العمل بمهارة عالية. وبات خلف هذا الملصق قصة نضال حقيقية للنساء الأمريكيات. لكن من هي الفتاة الحقيقية على الملصق؟ في الثمانينات أعيد نشر الملصق مرة أخرى ولقي شهرة واسعة، وبعد كل هذه السنين شاهدت الفتاة جيرالدين هوف دويل صورتها على الملصق حيث لم تعلم عنها من قبل، وتذكرت أنها صورة ملتقطة لها خلال عملها في مصنع للذخيرة خلال الحرب. لكن عام 2009 خرجت سيدة تسمى نعومي باركر فريلي تدعي أن الصورة تعود لها، لكن لم يؤكد أحد ذلك. وبغض النظر عن ملكية الصورة، فيعد هذا الملصق رمزا ثقافيا وأيقونة للولايات المتحدة، يتم استخدامه بصيغ مختلفة كرمز للحركة النسائية، ويستذكره الأمريكيون في احتفالاتهم بيوم المرأة العالمي الذي تعود بداياته للثامن من مارس عام 1908، عندما تظاهرت الآلاف من عاملات النسيج في شوارع نيويورك احتجاجا على ظروف العمل اللا إنسانية وعدم المساواة، فحملنا قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود، واخترنا شعار خبز وورود. ترمز الوردة إلى الحب والتعاطف، ويرمز الخبز إلى حق العمل والمساواة فيه. ليبدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم المرأة الأمريكية، ثم انتقل للدول الأوروبية حتى تم تبنيه عالميا عام 1977.